أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في قطر كما وعدنا، سنقدم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي. نهار 18 ديسمبر كان يوم في غاية الأهمية، كان يوم في مشاعر كثير. كنت أتمنى أن أكون أحد الجمهور في هذه المباراة. أتذكر يعني هذيك اللحظة اللي الكل تواجد على أرضية الملعب بعد انتهائنا من البطولة، والفرحة والحزن مخلوطين في بعض، دموع الفرح، دموع الحزن على انتهاء البطولة، دموع من الفخر. لن تنسى هاي اللحظات. بالنسبة لي خصوصاً إذا مر خلال أي ملعب من الملاعب والمواقع اللي قمنا فيها بالملاعب، أنا أستذكر بعد الأرض كانت فضة مروراً إلى وقت الانتهاء من الإنشاءات وقت الحدث نفسه. فيعني شعور مزيج بين ما نقول الحزن، لكن بين الشعور بالذكريات الحلوة اللي الحمد لله زرعناها والإرث الطيب اللي إن شاء الله راح يكون نتركه للأجيال القادمة. احنا كان عندنا بطولة راح تقام في شهر 11 و 12 2022، معناته كل أجهزة الدولة كان عندها هدف وتارجت معين انه لازم تخلص من كل مشاريعها. فعلا نجحت البطولة بأفضل نجاح وأكثر من كان يتوقع النجاح اللي احنا شفناه. نحن نؤمن لكل مجتهد نصيب، وهالاجتهاد اللي تم من سواء العاملين في اللجنة او الجهات الحكومية بشكل كامل، هذه قطفنا ثمارة في 2022. Delivered amazing. ان احنا كان وعدنا من البداية من 2009 و2010 expect amazing. أحب أن أوجه الشكر لكل اللي عملوا في كأس العالم واللي كان لهم دور في كأس العالم لإنجاح هذه البطولة. وأنا ما أتكلم بس على فريق كأس العالم، أتكلم على الكل اللي في الدولة اللي عمل لإنجاح هذه البطولة. إن شاء الله كلنا نكون عند حسن ظن القيادة، وإن شاء الله نكون رفعنا رأس قطر. نجاح كأس العالم كان رؤية قيادة ومتابعة وإشراف لجنة تسييرية لكأس العالم، وتنفيذ كوادر من ذكور وإناث من جميع الجنسيات لتحقيق هذه الرؤية وهذا الحلم. نطمح معا، نحلم معا، نعمل معا، ونجحنا جميعا، جميع الجهات الحكومية وجميع القطاعات الخاصة كذلك، بالإضافة إلى العاملين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث.